تفسير حلم رؤية الفراولة في المنام. تختلف دلالات رؤية الفراولة في الحلم حسب حالة وشكل التمرة نفسها، كما تختلف حسب نوع الرؤية، هل هي شراء أو قطف أو إعطاء أو أكل، وكذلك تختلف حسب حالة صاحب الرؤية. بالفراولة بشكل عام هي بشرى، وسنتابع التفاصيل بالكامل من خلال هذا الفيديو. تابعوا معنا. أكل الفراولة في المنام للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها ثمرة الفراولة فهذه بشرى باقتراب موعد زواجها. أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها قد ناولت ثمرة الفراولة إلى حبيبها فهذا يشير إلى انتهاء علاقة الحب بينهما، وأن حبيبها يهجرها ويفترق عنها لا قدر الله. أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها ثمار الفراولة فهذا يشير إلى تركها حبيبها وأنها سوف تنساه وتنسى حبها له وتستعد للمضي قدما في حياتها. أكل الفراولة في المنام للمتزوجة. يختلف تفسير رؤية الفراولة في المنام للمتزوجة على حسب لونها كما ذكرنا سابقا. فإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها ثمار الفراولة الحمراء فهذا يشير إلى صلاح زوجها وأبنائها من بعده وحسن تربيتها لهم وحسن معاملة زوجها لها. ثمار الفراولة في منام المرأة المتزوجة تشير إلى رزق وفير يرزقها الله به، كما أن الله وهبها حب زوجها لها وحبها له وحسن المعاملة والخلق بينهما، وينعم عليهما بالأبناء الذين يحسنون تربيتهم حتى يكونون بارين بهما في كبرهما بإذن الله تعالى. أما أكل الفراولة في المنام بالنسبة للحامل، فكما تختلف رؤية الفراولة على حسب لونها تختلف أيضا على حسب حالة الرأي. فإذا كان الرأي امرأة حاملا خاصة ورأت ثمار الفراولة في منامها فهذا يشير إلى ميلاد طفل جميل وصحته جيدة وستلده ويأتي بالخير والرزق والبركة، وينعم عليها الله بالكثير من الرزق والنعم كما يرزقها التوفيق والسداد في حياتها القادمة. تفسير رؤية الفراولة الحمراء والخضراء في الحلم. إذا رأى شخص ما في منامه ثمار الفراولة الحمراء وكان هذا الشخص رجلا أعزب فهي تدل على النساء أو على قرب زواجه، بينما إذا كانت ثمار الفراولة ذات اللون الأخضر فهذا مؤشر للخير الكثير الذي سينال صاحب الرؤيا، والذي من المحتمل أن يكون هذا الخير على شكل مال وفير يرزقه الله به، أو قد تكون أي نعمة أخرى ينعم الله عليه بها إن شاء الله.